المشروع هذا احنا انه تقريبا ما يقارب سنه ونص بنشتغل عليه، من ناحيه تصميم ومن ناحيه انه كيف انه الزبون اللي لما يدخل يدخل مرتاح ويطلع مرتاح. هلا اللي بيميزنا هون اللي هي نظام التشغيل اللي احنا اشتغلنا عليه كلياته، احنا بنحكي على نظام اوروبي التشغيل تاعه، من ناحيه التدفئه، من ناحيه التكييف، من ناحيه انك يكون في هواء نقي داخل اي مكان موجود فيه، زائد الخدمات اللي احنا بنقدمها. الخدمات اللي احنا بنقدمها جميع الطاقم اللي بيشتغل هون كله حاصل على شهادات علاج طبيعي ومعهم شهادات مزاوله مهنه، زائد انه في عنا عده اقسام الموجوده في المشروع هذا. احنا بنحكي على 550 متر مربع، عندك قسم الحمام التركي طبعا بتكون من الساونا والبخار والبلاطه التركيه، الشاورات البارده، الجاكوزي، التليف والتكييس، زائد الحمام المغربي اللي بدخل فيه المواد الطبيعية اللي احنا بنجيبها من المغرب، نحكي عن الصابون المغربي، زائد زبدة الشيا، بالإضافة للطينة المغربية وعدة كمان منتجات احنا بنستخدمها بالحمام المغربي. في عنا برضو قسم المساج، قسم البشرة ومانيكير وبديكير، زائد قسم الدكتور فيش اللي هو السبا فيش، بالإضافة لغرفة للأطفال إحنا مخصصينها إنه أي ست ممكن إنها تيجي تجيب ابنها معها بتحطه عنا، موجود مربية أطفال وبتدخل هي على المكان جوا. طبعا هذا المكان مخصص للرجال ومخصص للسيدات، فترة السيدات إلها وقت معين وفترة الرجال بكون في إلها وقت معين. طبعا شوف إحنا على بالنسبة للأسعار، هي الأسعار مناسبة للجميع، اي شخص سواء كان يعني من اللي دخله متوسط او دخله عادي او دخله عالي ممكن انه يجي عندنا وينبسط، واي شخص بيجي عندنا راح ياخذ الخدمه اللي الممتازه جدا، ونقوم على خدمته بخدمه 5 نجوم. طبعا احنا بننصح الجميع انه يجي ويتفضل ويزورنا. طبعا هذا الحمام التركي انه ما بصير انه الشخص يجي عليه كل يوم او كل يومين او كل 3 ايام، هو طبيا انه بمعدل مره واحده كل 10 ايام هو كافي للجسم، بعد هيك بصير اشي سلبي مش اشي ايجابي.